ياما ليا ضمن مساحتنا الطبية عنا موضوع شاغل بال كتير من الصبايا، رح نسلط الضوء على موضوع حساس بيشغل مثل ما قلنا بال كتير من الناس، خصوصا السيدات والفتيات. ما بين الحاجة الطبية والمظهر الجمالي عم تاخد عمليات الأنف جدل واسع ويثار حولها. اليوم رح نخصص نقاشنا للحديث عن الجراحة الأنفية مع الدكتور شادي رحمة، اختصاصي في طب التجميل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير صبايا، صباح اهلا الخير وسهلا. شو دكتور الاخبار؟ شادي، اهلا أهلا وسهلا وسهلا. فيك. بالبداية خلينا نحكي عن الأنف وعن عمليات التجميل يلي عم تصير. بالبداية خلينا نحكي يمكن عن الحاجة لعملية تجميلية أو زوايد، أو في يعني في 100 شيء متابع لعملية الأنف. مظبوط طبعا. ليه يعني الواحد اذا بده يبلش يحكي بهالموضوع لازم نعرف الانف. الانف هو العنصر الجمالي الاول بالوجه، يعني اول ما بيلفت نظر الوجه هو الانف. اذا لاحظتي هلا، اذا طلعنا بالصبايا والشباب اللي حوالينا، اول شيء نطلع عليه بالوجه هو الانف. لذلك هو اذا في عملية تجميلية مهمة هي عملية تجميل الانف. طبعا الحاجة، طبعا نحن بنقسم عمليات الانف او عمليات جراحيه على الانف لقسمين، العمليات الوظيفيه اللي هي تعنى بالتنفس، والعمليات التجميليه اللي هي بتعنى بشكل الانف. طبعا دائما الحاجه الوظيفيه هي الاهم الحقيقه، يعني نحن ما فينا نناقش صبيه او شاب اذا قال لي انا عندي صعوبه بالتنفس وحابب اعمل عمليه، ما فينا تقولي له ايه او لا. لكن بالنسبه لتجميل الانف فهو موضوع اختياري، وطبعا تجميل الانف هي رغبه او هي يعني اوبشن مثل ما بيقولوا. يعني نحن على طول بس تيجي عندنا الصبيه على العياده بتقلي انا بعازه تجميل انف، بلا انت شو حابه، انت شو شايفه، بغض النظر شو عم تشوفي على التي في، شو عم يحكوا لك رفقاتك، شو عملوا رفقاتك، انت حاسه بحالك بحاجه، انفك شايفتيه حلو او لا. فاذا قالت لي انا حابه اعمل، لا اوكي على العملية. لكن غير هيك اكيد نحن ما بنفرض رأينا، يعني دائما نحن الصبية بس تجي تقلنا انه شوف شو بده انفي، بنقول لها انت شو حابة، لانه اي شيء بنجتهد فيه او بنعمله خارج ارادة الصبية فهي ممكن توصل لمرحلة تقول شيء ماني حاببته او عملتوا لي تشويه. لذلك نحن بنراعي هالامور كثير، شو حابة بنعمل لها، طبعا ضمن المعايير الطبية والمقاييس الطبية التجميلية للأنف والوجه بشكل عام. طب دكتور، يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء عن أبرز الأخطاء الطبية الشائعة اللي طبعا حتى على الفيسبوك انه منتشره كمان على مواقع التواصل الاجتماعي، منها انه ممكن تجرى عمليات الانف بدون جراحه او بتخدير موضعي او حتى بطرق معينه. وايضا كمان في كثير من الفتيات عم يتواصلوا مع مو اختصاصيين مراكز تجميل، مظبوط مظبوط. فخلينا نسلط الضوء على طبعا ابرز الاخطاء طبعا زينب، الطبيه. يعني انت حطيتي ايدك على الجرح تمام، لانه اكثر الاخطاء عم تجينا من اطباء غير مختصين او من مراكز تجميليه غير مختصه. مراكز تجميليه ما فيها اطباء. الحقيقه دائما نحن عمليه تجميل الانف هي عمليه جدا دقيقه، بنسميها عمليه السهل الممتنع. يعني نحن صحيح بكل عمليه تجميل في خطوات ثابته ومتتاليه بنقوم فيها، لكن هي الخطوات لازم تكون مدروسه، ولازم يكون الجراح الانف او جراح التجميل عنده نظره مستقبليه، يعني عامل كثير عمليات تجميل انف بحيث يعرف هالحركه، كل حركه لو انه باجزاء الميلي شو بتعطي بعد 6 اشهر، شو بتعطي بعد سنه، شو بتعطي بالمستقبل. لذلك نحن لازم نختار جراح التجميل اللي يعملنا انفنا، جراح تجميل خبير عنده تدريب قوي، عنده عمليات كثير عاملة، وعنده نظرة مستقبلية ونظرة تجميلية. وعنده لذلك رياحة نفسية. أكيد يعني لازم أهم شيء الرياحة النفسية بين الطبيب وبين المريضة. أحيانا كثير والثقة. طبعا احيانا كثير المريضه ما تكون عارفانه شو بدها، ما انا متوجهه، فهو لازم يوجهها شو لازم تعمل. احيانا كثير كمان الطبيب بيكون ما عنده عدد عمليات كبير بحيث انه يكون محاولاته كثير بدائيه او متواضعه، بحيث ما بيعرف شو بيعطي هالانف او هذا الانف اللي قدامه شو لازم يعمل فيه. لذلك هو موضوع توافق بين المريضه، تطلعات المريضه، نفسيه المريضه ومهاره الطبيب. يعني يا بدنا نعمل تجميل انف عند جراح ماهر شاطر عنده فترة تدريب كفاية، عنده عمليات تجميلية كافية، يا ما نعمل، لأنه إذا عملنا عملية تجميل غير ناجحة
مو شرط العمليات اللي بعدها تكون تنجح. بتقدر تصلح العملية الأولى، يعني يا نعملها عن جراح شاطر يا ما نعملها. نعم دكتور، يمكن كتير بتصادف من السيدات انه اسمك مخدرني وعم تعمل لي انفي، قلب لي هالشفه او اعمل لي غمازه او اعمل لي بوتوكس او فيلا او 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 من هالعمليات. خلينا نحكي عن صحه هيدا العمل، انه هو صح ولا لا من خلال العمليه انه انت كمان تعمل عمليه ثانيه، او هدول العمليات التجميليه الباقيه بالوش انه هي صح تنعمل قبل العمليه ولا بعد العمليه او من خلال مظبوط. العمليه؟ هلا هذا السؤال كثير لازم نتوسع فيه، لانه هذا الموضوع هذا نحن نقسم العمل الجراحي الثاني اللي بدنا نقوم فيه، اما عمل جراحي تجميلي اخر او انه شيء بيتعلق او له علاقه بالانف. يعني العمليات التجميليه الاخرى اللي ممكن نقوم فيها اثناء عمليه التجميل، ممكن نعمل تكبير صدر، نحت تجميلي، شد بطن، شد وش، تجميل اشفان، كل هاي ما بتاثر بالنتيجه الجماليه تبع الانف. لكن الشيء اللي حكيتي عليه لموضوع الغمازه، قلب الشفه، البوتوكس، الفيلر، كثير واردين. انا شخصيا انا بمتنع عن هالموضوع هذا، الا لازم بالاول نعمل الانف، بعدين شو الشكل اللي بيصير عندنا ممكن نعدل صح. عليه. ما بيصير نحن نعمل شيء لانه الانف بس ينعمل، بس نعمل عمليه جراحه تجميل الانف كثير في شغلات البعض. بتتغير بالوجه، لذلك نحن بنعمل تجميل الانف، مساحه الشفه كمان بتختلف تماما، بنروح على حالنا 3 لـ6 اشهر بعدين شو ممكن يحسن للوجه بنعمله. لكن من الخطا او من المبالغ في عملان غمازه او عملان الشفه المقلوبه اللي كثير دارجه هلا، واللي انا بصراحه بتحفظ على الموضوع هذا لانه له كثير مشاكله، لكن دارج. لذلك نحن وظائفنا كاطباء تجميل وكحضركم كاعلاميين نحن نوجه المريضه، نوعي المرضى، نحكي بصدق بصراحه شو لازم يعملوا، شو كيف لازم يتوجهوا مشان ما تصير هالاخطاء اللي عم نعاني منها بحياتنا العمليه. دكتور، يمكن مثل ما حكيت انه حتى مقاييس الجمال ما عادت انه كل بنت لها جمالها الخاص، صار في ستاندر واحد للجمال، وهذا شيء لازم كوبي. كمان لازم يكون في له توعيه، يعني طبعا. الملامح الجميله لازم يتحافظ عليها طبعا. ويكون في توعيه. بس دائما الصبايا لما يعملوا تجميل للانف دائما النتيجه ما بتكون راضيتهم من اول مره، فبيكون يعني دائما في سؤال للدكتور انه ما اخذنا النتيجه اللي بدنا اياها. تعطينا المده المحدده للعمليه لحتى ياخذ الانف شكله الصحيح، وايضا القناعه قد ايه مهمه اليوم بعمليات تجميل الانف. طبعا اعطيتيني شيء 4 5 توبيك كل واحد بحكي عليه ربع ساعه. طبعا دائما الانف الجميل دائما عالميا عم نحكي، ما انا عم نحكي بسوريا شو في، بالبلدان المجاوره شو في، بالبلدان الاجنبيه شو في. الانف الجميل عالميا هو الانف اللي يراعي مقاييس الوجه التجميليه، يعني دائما بالوجه في عندنا مقاييس اللي هي قاعده التلت، اللي هي لازم يكون هالقسم هذا 3-3، منقسم الانف 3-3. الانف طبعا بياخذ الثلث الاوسط، طبعا في قاعده الاخماس، يعني دائما نحن لازم عرض الانف، قاعدة الأنف مساوية لعرض فتحة العين، مساوية للمسافة بين زاويتين العين. طبعا دائما طول الأنف لازم يكون 2/3 الأوسط. طبعا هي معادلات نحن بنراعيها أثناء ما نكون عم نشتغل عملية، وبالتالي نحن مجرد راعينا هالمقاييس هي فطلع عنا بالعملية أنف جميل، أنف بتناسب مع أبعاد الوجه. هذا هو الأنف الحلو، هذا الأنف المثالي للوجه، هذا الأنف المثالي اللي نحن ما بنلاقي حدا بينتقدنا عليه. لازم على طول الأنف المجمل هو الأنف اللي ما حدا يعرفه، يعني أنا كطبيب بعد سنتين ما أكون شاغل أنف، لازم إذا شفته ما أعرف أنه أنا شاغله. هاي هي الشطارة. لكن الشيء اللي عم تحكي عليه هو موضوع الانحراف الكتير شديد، الذروة الكتير مرفوعة، هذا الشيء موض بتروح وبتجي، يعني ممكن حتى المريضة إذا عملتها تمل فيه بعد فترة. لذلك نحن على طول بتجميل الأنف من راعي الأنف، منتجنب الأنف المصطنع، دائما الأنف الطبيعي هو سيد الأنوف مثل ما بيقولوا. فدائما نحن الأنف الطبيعي هو المعيار الشطارة والجمال عند الطبيب. هي القصة. دكتور، يمكن من بعد يعني في كتير من السيدات بعد عمليات التجميل بينضرب عندها شيء من العصب، أو بصير شيء تنفس غلط، أو بتكون فتحة أكبر من الثانية، يعني كتير في أخطاء بتصير نتيجة عملية التجميل. خلينا نحكي عنها كمان، أو يمكن نحكي عن كمان الناميات وهدول التفاصيل. طبعا بس تعليقا على سؤال زينب كتير مهم، في نقطة نسيتها، إنه دائما تجميل
الأنف حتى نعمل تصليح فيه أو حتى يأخذ الشكل النهائي لازم نستنى 6 أشهر لسنة على الأقل، بعدين بيبين النتيجة الصحيحة. فدائما على طول البنت، بس نحن نقيم الجبيرة دائما بتشعر بثلاث ورمان بتشعر بثلاث شغلات أساسية بننبهها عليهم. أول شيء العيون اللي مبعدين عن بعضهم، الأنف اللي تحسه غريب عنا وبالتالي بتنزعج اول فتره وبيصير عندها ستريس، بنهديها نحن انه طولي بالك بعد 3 4 ايام بتدق لنا على العياده بتتشكرنا على الانف لانه الوزمات فلازم على طول نستنى من 3 ل6 اشهر. هلا بالنسبه لسؤالك لموضوع الاخطاء اللي بتصير، دائما اختيار المريض الصح بجنبنا كل الاخطاء. فنحن مجرد عملنا استشاره مع المريضه او المريض اللي بده يعمل تجميل انف وعرفنا انه عنده عائق تنفسي او انسداد تنفسي او اضطراب تنفسي، هذا المريض نحن لازم ننبهه انه نحن انت عندك اضطراب تنفسي لازم نحن نعالجك تنفسيا ثم تجميليا. بهالحاله نحن كجراحين تجميل بنفضل بنراعي موضوع الاختصاص، دائما بفوت معنا اخصائي اذن انف حنجره، هو بيعنى بالامور التنفسيه اذا عنده جيوب، عنده قرينات، عنده انحراف وتيره، ونحن بنشتغل بموضوع التجميل. طبعا ما بيصير نحن يعني نخلط بين الامرين، يعني ما بيصير نحن نعمل له تجميل ونتركه لانه هذا نتركه تنفسيا لانه هذا راح يعمل لنا مشاكل بعدين، راح يدق لنا ويقول لنا انتوا عملتوا لي انسداد تنفس. لا، نحن لازم نكون واضحين من البدايه، نختار المريض الجيد، نعمل معه عده استشارات، عده جلسات بحيث نفهم منه شو عنده وظيفيا، هل هو عنده انسداد، هل هو تنفسه طبيعي، وقتها نحن نعمل له فقط التجميل، او اذا كان عنده شيء عائق تنفسي بنعالجه تنفسيا. طب اذا مضرب شيء، اذا حدا لعندك مضروب شيء بيبي طبعا هي، شو الحل؟ طبعا هي يعني هلا مو منك، من دكتور غيرك. طبعا نحن بنقول له، نحن اذا كان جراح التجميل عنده خبره كافيه بنقول له شو السبب اللي مساوي له هي المشكله، وبالتالي نحن بنفوت وبنعالج هذا السبب فقط. نعم اكيد دكتور. خلينا نحكي لك عن اهم النصائح كمان اللي بتنصحها لكل الصبايا اللي بيجوا لعندك، خاصه مثل ما قلنا عن الناحيه النفسيه هي كتير مهمه لتقبل بعض الاخطاء اللي ممكن تكون جميله ومميزه بالوجه كمان. طبعا دائما نحن بجراحه تجميل الانف دائما بنشوف المريضه شو بدها. طبعا عندنا فئتين عمريتين، الفئه الاولى هي من سن 18 سنه للجامعه، هون الصبايا بيجوا مشخصين شو عندهم، عندي حدبي، عندي انف نازل، وبالتالي نحن بنفوت وبنعمل معهم عده جلسات، بنشوف هو شو في براسهم وبنعمل لهم الانف الجميل اللي نحن وهن بدهم اياه. يعني في صيغه مشتركه لازم يوصلها الطبيب مع مريض التجميل الانف. هلا الفئه الثانيه هي الفئة اللي بتجينا بال50 60، طبعا جايبه معنا مع صور، جايبه مع لابتوب بتقول لنا بدي هذا الانف. طبعا هون هي هالنوعيه من المرضى هن مرضى طبعا العامل النفسي كثير مهم عندهم، وبيكون عندهم عامل نفسي فشو ما عملنا لهم ما حيكونوا جهله ال40 مثلا، يعني ما بدنا نسميها، بجوز هي تاخرت لتخوف معين او شيء من هذا. وممكن يلبق لها، يعني بتناقشها للمريضه انه هذا الانف ممكن ما يلبق لوشك او يلبق أكيد. او كذا. طبعا انا برفض، بقول لها ما في شيء اسمه صور، ضبي الصور بجزدانك، ضبي الصور بايدك، انا كجراح تجميل بيطلع بايدي اعمل لك 1 2 3. طبعا اذا هالواحد 2 3 هن اللي حاططهم ببالها او هن رضوها بنقول لها على العمليه دي. اما اذا كان لقينا انه في عندنا اختلاف فكري او اختلاف بالذوق بيننا وبينها فاكيد نحن بنقول لها تريسي، خلي امورك تستقر. بعتذر بعض الاحيان اكيد كثير اكيد، من يعني 50% من الحالات انا بعتذر اذا ما كان في توافق، يعني اذا ما وصلت لصيغه مشتركه بيني وبين المريضه اكيد انا ما بعمل العمليه، لانه اذا عملتي عمليه والمريضه ما انا مقتنعه فهذا كثير بيسبب لنا مشاكل. يعني بيضل يتصلوا فينا يجوا لعنا، انت شوهتني، انت نزعت لي حياتي، انت فقتني وظيفه معينه كنت راح اخذها، فقتني زواج، فقتني خطبه، كثير في قصص. فلذلك نحن دائما بنكون كثير متريسين، كثير متمهلين، بنناقش المريضه، بنعرف شو في براسها، شو ذوقها، شو هي بدها من عمليه تجميل انف، بعدين نقدم على عمليه تجميل انف. نعم، يعني مو بس السيدات بيعملوا عمليات تجميل، طبعاً. ايضا كمان الشباب، يعني اخذوا سيدات مساحه أكيد. كثير كبيره دكتور. اكيد اكيد 30% من العمليات هي للشباب الحقيقه. بس هنا ما بيحكوا كثير، نحن قلبنا طيب كثير بنحكي. شو الفرق دكتور؟ خلينا نحكي شو يمكن. طبعا كفرق بين لازم يضل يمكن انف الشاب غير مختلف اجباري. طبعا دائما تجميل الانف عند البنات بيختلف شوي عن تجميل الانف عند الشباب. طبعا دائما تجميل الانف عند الشباب ما منراعي ذوق الانثوي، يعني دائما مثلا عواض ما نعمل هالبدايه الانحناء الخفيفه، بدايه الانسيابيه الخفيفه بظهر الانف بنعمله مستقيم، دائما الاستقامه بتتناسب مع الذكوره بتجميل الانف، ما بنرفعه هالرفعه القويه
او الريتروستيلي بنسميها، دائما بنخلي الزاويه هون تقريبا زاويه قائمه بحيث انه نحافظ على مظاهر الذكوره بانف الشاب. لكن غالبا ما بدنا نظلم الشباب كمان، غالبا تجميل الانف اللي بنعملها تبع عند الشباب الشباب غالبا بتكون بتكون مترافقه مع شيء تنفسي الحقيقه. فيعني كل الشباب والبنات كل واحد له اهتماماته، ونحن بنكون وسط بين الاثنين يعني. صحيح. دكتور، يمكن كمان في كثير من الأقاويل بالمجتمع بتعرف يعني، والسيدات منها تدليك الأنف عند حتى المولود الجديد، يعني إنه بيصغر الأنف، أو حتى اللي عامل عملية إنه لازم يدلكه. قديه صحة هذا الموضوع؟ هل بيساعد فعلا على إنه تصغيق الحد من اكثر خطا الكبير؟ شائع هي تدليك الانف بعد العمليه، لانه نحن بس نعمل تجميل انف بنعمل شيء اوستيوتومي او حف العظم او كسر العظم. طبعا كسر العظم كانه نحن وبنحط جبيره جبصين، فليش نحن عم نحط جبيره؟ لانه نحن عملنا الانف بشكل معين، رتبنا عظام الانف وغضاريفه بشكل معين، فنحن بس نجي ندلك الانف يعني شبيت لك اياها كانه واحد ايده مكسوره حطيناها لجبس، فنحن اذا ما خليناها بجبس فتره معينه اكيد ما حتاخذ الاستقامه اللي نحن بدنا اياها كجراحين. لذلك اذا عملنا تجميل انف وعملنا جبيره واجا بعدين عملت تدليك الانف، فعم تنزع لنا شغلنا، عم تخربط ترتيب الانف او عم تكسر العظام من جديد. فبتلاقي عامله تدليك انف بتجي لعنا بنقول لها هذا خطأك، لانه نحن ما بيصير انت تدقي انفك، ليش عم نحط جبيره؟ كنا عملنا تدليك من بعد الانف مباشره. فتدليك الانف اصعب يعني اكثر خطأ شائع. بالنسبه للي سالتي لها هي موضوع رفع الشفه، طبعا رفع الشفه كمان من الاخطاء الشائعه، لانه هي عمليه بالكتب ما أنا موجوده. يعني دائما نحن هي اللي عم نسمعها كثير من العوام، انه ترفع شفتها من خلال شق او من خلال جرح أطبي. طبعا او قطبه. طبعا نحن اليه هي العمليه انه نحن بنقيم شويه الجلد من هون وبنعمل رفع للشفه بنخيطها، فهون نحن بنخيط الجلد على الجلد، وبالتالي هون بيصير في عندنا ندبه او جرح كثير بشع. صحيح بترتفع الشفه ميليين ثلاثه لمده 6 اشهر لا اكثر، لكن بتخلف ندبه او جرح كثير بشع. فبنكون حلينا موضوع الشفه، رفعنا لها اياها شوي، لكن علقنا بمشكله اخرى هي الندبه. لذلك نعم. هذا الشيء ما موجود بالحقيقه. نعم دكتور شادي، نحن كثير بدنا نشكرك، شكرا كثير لحضرتك، وشكرا كثير للنصائح يلي قدمتها للصبايا وايضا للشباب، وان شاء الله ما حدا بيحتاج لتجميل وانا زايد. انا بدوري بدي اتشكركم، اتشكر الاخباريه السوريه، عندكم كثير حرفيه وكثير ذوق ولطف. شكرا لكل المعلومات والنصائح اللي قدمت لنا اياها. اما هلا ليا بدنا ننتقل